بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جل الألوفيرا، الألوفيرا يغذي الشعر، يزيد نموه، بالإضافة إلى منحه الحيوية عفوا، إذ أنه يحتوي على نسبة مرتفعة من الزنك والحديد والكالسيوم والفيتامينات المهمة لنمو وتكثيف وتطويل الشعر. يمنحه اللمعان والرونق، يعالج الشعر التالف والمتقصف، يرطب فروة الرأس ويخلص من القشرة، يسرع نمو الشعر، يملأ فراغات الشعر في مقدمة الرأس، رهيب جدا لإنبات فراغات الشعر بالاستخدام المنتظم، ويعالج جفافه، حيث أنه يحتوي على كمية كبيرة من الأحماض الأمينية، يخفف الزيوت الزائدة في الشعر، يطهر فروة الرأس من البكتيريا، الالتهابات، القشرة والالتهابات التي تعمل على تساقط الشعر، وبالتالي فهذا الجال يساعد على زيادة كثافة الشعر لاحتوائه على العديد من الخصائص المضادة للالتهابات. طريقة استخدام هذه الوصفة سهلة ومريحة جدا للجميع. في حالة عدم توفر جل الألوفيرا أي النبتة، دائما نأخذ نبتة الألوفيرا بهذا الشكل، عند تقطيع النبتة دائما نقوم بإنزال المادة الصفراء الموجودة على الحافة هنا، دائما نقوم بإنزالها حذاري، لأن هذه المادة الصفراء الموجودة في نبتة الألوفيرا هي من تتسبب في الإحمرار وتهيج بشرتنا، أو عمل إحمرار وحكة على فروة الرأس، فحذاري دائما. نقوم بإنزال أولا هذه المادة الصفراء، وبعدها نقوم بتقطيع الحواف، ونستخرج الجال الموجود في نبتة الألوفيرا، ونقوم بضربه في الخلاط جيدا بهذا الشكل. في حالة عدم توفر النبتة، نبتة الألوفيرا في البيت، يمكن استبدالها بالجال المتواجد عند الصيدلية، متواجد جل الألوفيرا أو هلام الألوفيرا عند الصيدلية جاهز، يمكن استخدامه. نأخذ 4 ملاعق طعام من جل الألوفيرا، ونضع عليه 1/4 كوب من أي نوع شامبو أنت تستخدميه، ونخلط المكونات مع بعض بهذا الشكل جيدا حتى ينسجم هلام الألوفيرا مع الشامبو. ونتحصل على هذا الشامبو الممزوج بهلام الألوفيرا الذي سيساعد على إنبات فراغات الشعر وتكثيف الشعر وتطويله وعلاج كل مشاكله. طريقة استخدامه، يستخدم بديل الشامبو في كل مرة تغسلي فيها شعرك، استخدمي هذا الشامبو. مدة الاحتفاظ بهذا الشامبو في أي قارورة، سواء كانت قارورة الشامبو الخاصة أو في برطمان زجاجي مثل هذا، هي أسبوع واحد فقط. في حالة ما إذا استخدمت جل الألوفيرا المتواجد عند الصيدلية، الصلاحية هي حسب صلاحية الشامبو عندك، يمكن وضعها في قارورة الشامبو ووضعه في أي مكان في البيت أو في الحمام، واستخدميه بشكل عادي، لن يفسد أبدا. ولكن مدة صلاحية هذه الوصفة هنا بنبتة الألوفيرا هي أسبوع واحد فقط. هذه الوصفة آمنة الاستخدام للحوامل والمرضعات، وكذلك للأطفال الصغار يمكن استخدام
هذه الوصفة لهم. الرجال كذلك يمكنهم استخدام هذه الوصفة وتطبيقها لإنبات الشعر وتكثيف مثلا عند تساقط الشعر، يمكنهم استخدامها. كرري هذه الوصفة مع كل حمام، من أول أسبوع ستذهلك النتيجة. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.